واحنا بنحتفل بالعيد وبذكرياتنا مع نجوم الفن اللي كانوا دايما حاضرين في الاعياد باعمالهم المميزه، معانا على الهاتف الاستاذه ميريت عمر الحريري، نجله الفنان الكبير والاستاذ العظيم الفنان الراحل عمر الحريري. صباح الخير عليكي، على حضرتك، وكل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا استاذه جمعة، اهلا بيك، وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير والوطن العربي كله، يا رب يجعل ايامنا كلها اعياد ان شاء الله. اللهم امين. خلينا في البدايه نعرف من حضرتك الطقوس اللي كان دايما بيبقى حريص عليها الفنان الكبير الراحل عمر الحريري ان هو يقوم بيها كل عيد، ايه اللي انت فاكراه؟ ده فاكره حاجات كتير قوي قوي، بس اهمهم الحقيقه ودي فضلت يعني لحد ما يمكن يعني توفوا الكبار اللي كنا بنزورهم، خالاته وخلانه وعماته. الحقيقه كان احنا بيبقى كان دايما الغدا سواء العيد الصغير او العيد الكبير عند جدتي والدته يعني، وكنا ننزل الصبح بدري قبل الغدا بزمان يعني، ونلف الاول على القريبين من جدتي في السكن، نروح نعيد ونقعد معاهم ونزورهم، وبعد كده نروح نتغدى. ده اول يوم. ثاني يوم بقى وثالث يوم ورابع يوم لو في العيد الكبير يعني، بيبقى كلها زيارات للاسره كلها يعني. هو كان حريص جدا على صله الرحم الحقيقه، بالذات بالكبار يعني. العمات والخالات والخلان وكده، فهو كان يعني حريص جدا جدا، وعشان كده احنا كمان اما كبرنا وكل دول توفوا يعني الكبار، احنا مرتبطين ببعض يعني، ولاد خلان ولاد خالات وعمات والدي احنا مرتبطين بيهم جدا، لان احنا كنا على طول بنشوفهم وبنزورهم ونلعب معاهم واحنا صغيرين عيد بقى وكده يعني. فده كان الحقيقه هو كان حريص جدا، لا اتذكر في عيد ده ما اتعملش يعني. يعني هو لو كان بيروح يعايد على الناس دي، فاحنا فاكرين كويس جدا ان هو كان بيخش بيوتنا يعني. فاكرين عمر الحريري في طبعًا مسرحيات الزعيم عادل امام وهو بيقول سرحان عبد البصير طبعًا، وهو طبعًا يعني كان طبعًا كان هو يعني ايكون كده او علامه مميزه بتخش بيتنا كل عيد. كنت بتشوفوه يعني، كنت بتفتحوا التلفزيون وتشوفوه وتقولوا له تعالى يا بابا اتفرج. الموقف ده انا عايز يعني افتكره مع حضرتك، كان بيقول ايه او كانت الكواليس عامله ازاي؟ لا ما هو بص بقى، احنا لما يعني المرحله اللي انا بتكلم فيها دي كانت في منها ما قبل شاهد ما شافش حاجه، فطبعا ما كانش لسه اشتغل مسرح في السبعينات يعني، لان هو رجع من ليبيا مباشره اشتغل مسرح مع استاذ عادل. وفي مرحله بقى كان هو في المسرح يعني، كان بيبقى العيد هو بيعرض، فالمسرحيه ما كانتش بتتعرض في التلفزيون. هنيجي بقى للمرحله اللي بعد كده بقى اللي اتصورت فيها بقى وشفناها احنا، اتصورت وكده، وبقى هو بقى البيت الكبير. ايوه. وبنروح بقى احنا نتغدى عنده يوم اول يوم العيد. ايوه. والناس بقى هي اللي بتيجي تعايد عليه. يعني ما هو الحال بعد شويه بيتقلب طبعا يعني، لان الصغير بيكبر طبعا يعني. طبعا. طب مدام ميريت، يعني في وسط الطقوس دي احنا عارفين الحياه نفسها رتمها اختلف، بقت كل حاجه سريعه، وبقت المعايدات عن طريق التليفونات ومواقع التواصل الاجتماعي، في طقوس لسه حضرتك حريصه عليها لحد دلوقتي؟ ولو في كمان طقوس اختفت من حياتكم بطبيعه زي ما قلت لحضرتك تغير الزمن، ايه هي؟ والله بصي انا يعني موضوع التواصل الاجتماعي انا الحقيقه بحاول بقدر الامكان ان انا الناس القريبه قوي يعني قرايبي بقى واصحابي القريبين والكبار كبار المقام وكبار السن، هنا بتواصل معاهم تليفونيا زي ما كنا بنعمل زمان، لانه انا بشوف ان ده يعني يا جماعه التواصل يعني طبعا. لغه الخرص طبعا. دي بتاعت الواتساب دي صحيح يعني بتقتل اي مشاعر. يعني ما فيهاش، لازم نتواصل نتكلم يا جماعه، عايزين نتكلم مع بعض نحكي مع بعض، واخبارك وعامله ايه وطمنيني عليكي، يعني كلمتين دول مهمين جدا على فكره في حياه البني ادم.
يعني انا لما حد بيكلمني في تليفونه ويقول لي طمنيني عليكي دي كبيره قوي قوي أيوه. قوي يعني ليه احنا ما بنتواصلش؟ ليه صحيح. بقت كل حاجه بسرعه وكل حاجه بقت يلا صحيح. طب مين من الفنانين كان بيتواصل مع الفنان عمر الحريري تليفونيا او حتى بيزوره في العيد او حتى بيكلمه؟ تفتكري مين؟ لا كتير، هو كان بيتواصل وكتير كانوا بيتواصلوا معايا طبعا. رديتي على التليفون على مين مثلا؟ تفتكري مين؟ مواقف كتير. عمل ايه؟ لا رديت على كتير، رديت على الصبوحة صباح، رديت على أمل الشناوي، رديت على كتير قوي يعني مش عايزه انسى حد، رحمة الله عليهم جميعا طبعا كلهم أساتذة. لا رديت على كتير طبعا، رديت على كتير قوي. طب مدام ميرات، بالنسبه بقى للاعمال اللي بتتعرض للفنان الكبير عمر حريري، مش بس ايام العيد يعني، لكن طول الوقت، حضرتك يعني ايه اكتر عمل بتحبي دايما تقعدي تتفرجي عليه مهما تكرر ومهما تعاد؟ والله كله يعني تصوري بقى ده بجد كله. لا انا مع حضرتك ان فعلا في اعمال كتير جدا. يعني اول ما بلاقي فيلم طبعا ليه، بس وفيها حاجه وافلام بستغرب انه يعني ببقى ما كنتش ببقى عارفه ان هو فيه، يعني ان هو موجود جوه الفيلم ده. بص الاقي الله، ده انا والدي مشارك في الفيلم ده. لا يعني بصي، لا كتير ومهما تعادوا لا بحب اتفرج. طب تفتكري اكتر عمل كان هو يعني الله يرحمه بيحب يقعد يتفرج عليه في العيد او يتابعه؟ لا ما كانش عندنا وقت قوي للكلام ده، زي ما قلت لك احنا كنا بننزل ونلف على القرايب. ولما بقى هو البيت الكبير وبقينا بنروح له، كان البيت زحمه بقى، ما كانش فيه مجال قوي ان احنا، الا بقى لو معروض مسرحيه ليه الظهر طبعا بنقعد، بس تبقى الدنيا دوشه بقى وعياله والاحفاد وانت فاهمه بقى طبعا. طبعا. ما تفتكريش حد من الناس اللي هو يعني كانوا بييجوا يزوروه في بيته معاهم اطفالهم او معاهم ذويهم عائلتهم في العيد او ما بعد العيد؟ ده من الفنانين؟ من الفنانين؟ ولا من من الفنانين؟ من الفنانين. لا يعني لا، هو كان بتبقى العيد مرتبط بالاسره اكتر. بالاسره يعني ما كانش فيه، لا لا في العيد لا يعني، ولا حتى غير العيد يعني ما تذكرش قوي. ان هو خلي بالك كمان ان في مرحله، انا في مرحله طويله والدي كان فيها في ليبيا، اللي هي في ليبيا. ايوه يعني انا يمكن قبل كده، قبل ما يسافر ليبيا انا كنت صغيره ومش متذكره طبعا. المرحله بتاعت ليبيا دي كانت مرحله بقى ما انا بكبر. ايوه. فدي هو كان، هو في ليبيا كان بعيد شويه. ولما رجع لا كان مشغول قوي، ولا ما كانش في مجال الزيارات ولا كلام من ده خالص. لا لا لكن كان ما افتكرش. طيب مدام ميرات، يعني الحقيقه الفنان الراحل عمر الحريري كان ليه علاقات في الفن مع فنانين كتير جدا، كانت علاقات مهمه. على سبيل المثال علاقته بالفنان بالزعيم عادل امام. ايوه طبعا علاقه قويه جدا، علاقه كلها احترام علاقه انسانيه عظيمه يعني، فيها احترام شديد جدا من الطرفين. يعني كانت باينه طبعا، باينه يعني للمشاهدين كلهم الحقيقه، حتى طبعًا. كمان كان يعني في فكره خفه الدم بينهم هما الاثنين لما بنشوف مسرحيات الكيمياء اللي كانت موجوده على المسرح، كانت لحد النهارده احنا بالنسبه لنا بنشوف المشهد اكنه اول مره. ده صحيح، وهي الكواليس الحقيقه بتاعت المسرحيات كمان كانت رائعه. طيب فاكرة حاجة منها؟ فاكرة حاجة من الكواليس؟ حاجات كتيرة قوي، لا يعني لا بجد مش فاكرة، يعني تخيلي يعني مش عايزة يعني في حاجة أحداث كتيرة قوي بس يعني مش قادرة. طب بلاش عادل إمام، عادل إمام كان مدرسة، يعني إحنا عارفين إن هو كان ليه فريق تمثيل، مصطفى متولي ومش عارف ناس كتير جدا من الناس اللي كانت حواليه. الناس دي واللي كان منهم الفنان الكبير عمر الحريري،
علاقتهم مع بعض كانت عامله ازاي؟ بقول لك كواليس رائعه. علاقتهم بعض والاستاذ رجاء الجداوي والاستاذ رجاء الجداوي طبعا ويوسف داوود يوسف داوود طبعا طبعا كل الاساتذه كلهم طبعا. كانت علاقه وطيده جدا يعني كانوا مرتبطين ببعض قوي. تنساش المسرحيات دي كمان يعني مصطفى قعدت سنين طويله على المسرح. وزمان كان المسرح مش زي دلوقتي. صحيح. زمان كان المسرح بيعرض كل يوم ما عدا يوم الثلاث. كانت جلسة مسرح يوم الثلاث مفيش حاجه اسمها رمضان. وكانوا بيعرضوا في رمضان ويعرضوا في العيد ويعرضوا في الصيف. هم كانوا بياخدوا اجازه شهر بقى ايام الامتحانات وشهر مع دخول المدارس. وغير كده هم بيعرضوا مسرحيه قعدت 8 سنين والثانيه قعدت 11. طبعا. فبيشوفوا بعض اكثر ما بيشوفوا اهل بيتهم. طبعا. طبعا. فلا كان في ارتباط وسفر وسافروا كل بلاد العالم. يعني الواد سيد الشغال دي سافرت مثلا اكتر من دوله ايام ما كانوا مسافرين في حب مصر. وسافروا دول كتير جدا. فاكره دول ايه مثلا؟ راحوا استراليا وراحوا امريكا وراحوا فرنسا وراحوا راحوا وايطاليا. وكانوا بيعرضوا هناك قد ايه؟ يعني يروحوا استراليا مثلا يقعد قد ايه يعني؟ استراليا قعدوا حوالي 15 يوم. امريكا قعدوا حوالي 21 يوم عرض. مستحيل زي ما حضرتك قلتي مستحيل تكون الكيمياء اللي بنشوفها على المسرح دي مستحيل تكون موجوده الا لو كانت بالفعل في علاقه انسانيه يعني الحقيقه وطيده جدا. طيب بما ان احنا بنحتفل مع حضرتك النهارده باول ايام عيد الفطر المبارك هتعملي ايه النهارده؟ يوم حضرتك ماشي ازاي؟ لا ولا حضرتك صحيتي بدري اهو معانا. انا النهارده الاولاد بيجوا يتغدوا، انا خلاص بقيت في الكبار بقى. ربنا يديك الصحه لابدا. هو مفيش غدا بقى اول يوم العيد الفطر لان الواحد بيبقى خلاص مش قادر يشوف اكل الصراحه. صحيح اول يوم العيد ده بيبقى خفيف بقى خلاص. خفيف خفيف. بنطلب حاجه ولا بتاع لانه فعلا خلاص مش قادرين يعني احنا بنقفل المطبخ بقى خلاص مش قادرين. فالنهارده بقى الولاد يخلصوا بقى مشاويرهم بقى وحاجتهم. واللي بيروح بقى عند حماته وعند حماها ويعني كده وييجوا بقى ان شاء الله يشربوا معايا الشاي بقى بعد الظهر ونقعد بقى كلنا مع بعض. انا عارف ان جمعيه ابناء الفنانين عامله نشاط مهم جدا. الايام الاخيره وبتجمعكم كلكم مع بعض وبقيتوا تتقابلوا وبشوف لكم انشطه مع بعض. احكي لي عنها واحكي لي بتشوفي مين من ابناء الفنانين وذكرياتكم عامله ازاي؟ لا بشوفهم كلهم الحمد لله يعني. هو طبعا يعني احنا كمجلس الاداره احنا بنتقابل طبعا كتير على طول. رئيس مجلس الاداره المستشار استاذ ماضي توفيق الدقن وانا الامين العام معانا في مجلس الاداره الاستاذ احمد محمد رضا والاستاذ ايمن محمد شوقي ومعانا الاستاذ ياسر صادق الفنان ياسر صادق ومجموعه الاستاذ محمد ابو اسامه محمد ابو العنين منال مجدي وهبه وسمية عبد المنعم ابراهيم. ده الجيل العظيم كله. صحيح. يعني مش طبعا. مش بس انا بسمع اسماء يعني طبعا. عظيمه. ده احنا بنتكلم على مجلس اداره يعني. أي. لسه بقى الباقيين بقى اولاد عظماء مش عايز انسى حد طبعا اكيد اكيد يعني مش عايز انسى. لا انت تجي لنا يا استاذه ميرات بقى، لازم تجي لنا مره في صباح الخير يا مصر نقعد ندردش مع حضرتك ونتشرف بيك. نتكلم بشكل اكبر. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر مدام ميرات عمر الحريري نجده الاستاذ الكبير الراحل عمر الحريري. شكرا لحضرتك يا فندم.